برعاية معالي الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية أقيم حفل تخريج دفعة 2023 والذي يضم 34 خريجا جديدا من حاملة شهادات المحلل المالي المعتمد CFA وذلك بتنظيم من جمعية المحللين الماليين المعتمدين في مملكة البحرين. وأعرب رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية عن خالص تقديره لما تقدمه جمعية المحللين الماليين المعتمدين في البحرين من مساهمات كبيرة وملموسة للارتقاء بمستوى مهام ومسؤوليات التحليل المالي المعتمد. تحت رعاية معالي الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية وبتنظيم من جمعية المحللين الماليين المعتمدين في مملكة البحرين، تم تخريج 34 خريجا جديدا حاملين لشهادة المحلل المالي المعتمد CFA في حفل تخريج دفعة عام 2023. مثل هذا اليوم نشهد فيه تخريج دفعة من الشهادات المهنية المتخصصة CFA، شهادة دولية معترف بها، فيها يعني التزام بكثير من العمل للوصول إلى هذا المستوى. يهمنا في مملكة البحرين أن نشوف مثل هذه الأعداد، هذا لين الأشخاص قادرين أنهم يساهمون في الاقتصاد، يساهمون في العمل، وأنهم تميزهم بهذه الشهادات يبين القدرات الموجودة في مملكة البحرين والعنصر البشري والاهتمام به. تم تخريج اليوم دفعة من محلي المالي المعتمدين، وهذه شهادة احترافية في الاستثمار، تعد مستوى الماجستير، يقوم فيها الطلاب بالتحضير للامتحان على مدة 3 سنوات، وبعد هذا يقدمون 3 امتحانات ومع خبرة في ميدانية في مجال الاستثمار يحصلون على هذه الشهادة الاحترافية. هذه الشهادة الاحترافية يعني تعكس دور الجمعية في دعم التنمية البشرية في مملكة البحرين. وتعتبر شهادة CFA مقياسا لمدى كفاءة المحللين الماليين العاملين في المجالات المالية والاقتصادية والاستثمارية، وتعد من الشهادات الموثوقة عالميا والتي تمنح لحامليها المصداقية والكفاءة العالية في جميع أنحاء العالم. بعد هاي الجهد الطويل على مدة 3 إلى 5 سنوات تقريبا نلنا الحمد لله على شهادة CFA. حاليا احنا واخواننا كلنا محللين معتمدين، وإن شاء الله يا رب تكون هاي إضافة لنا كأشخاص وإضافة حق شركاتنا وجهات العمل اللي نشتغل فيها، فإن شاء الله يكون هاي الجهد يعني ما يتوقف الحين ويكون مستمر. الحمد لله بعد تعب وجهد وصلنا للهدف وحصلنا CFA awarding، وإن شاء الله يكون في خدمة الوطن والاقتصاد في البحرين. جهود مستمرة وعمل دؤوب متواصل من قبل جمعية المحللين الماليين المعتمدين في خدمة القطاع المالي لرفد السوق برأس مالي بشري متمرس قادر على زيادة عوائد الاستثمار والتمتع بحنكة الأعمال المالية وفهم مخاطر الاستثمار والإدراك العميق لتحليل وتمويل الشركات وفق أفضل المعايير الأخلاقية والمهنية.